السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طلبة الصف الثاني المتوسط مجمع جيل المستقبل الأهلي، النهاردة هناخد درس المدرجات التكرارية. المدرجات التكرارية دي تستخدم لتمثيل البيانات. يعني ايه تمثيل بيانات؟ يعني هي الطريقة اللي بنستخدم فيها جدول ونفضي البيانات اللي فيه على هيئة رسم. يبقى هي طريقة من طرق تمثيل البيانات. يبقى المدرجات التكرارية التعريف بتاعها هي طريقة من طرق تمثيل البيانات. هناخد مثال. في عندنا جدول بيمثل عدد ساعات حل الواجبات اسبوعيا لعشرين طالب. عدد ساعات حل الواجبات اسبوعيا لعشرين طالب. اختر فئات مناسبة لتكوين جدول تكراري. يبقى احنا قبل ما نعمل المدرج التكراري لازم نعمل جدول تكراري عشان نمثله في المدرج التكراري. قبل ما نعمل مدرج تكراري لازم نعمل جدول تكراري عشان نمثله في المدرج التكراري. طبعا مش هنقدر نعمل جدول تكراري الا ما نقسم الفئات اللي جوه الجدول اللي عندنا دوت الى مجموعات محددة. كل فئة قد التانية. يعني اذا اخترت من صفر لاثنين يبقى لازم التانية من ثلاثة لاربعة. اذا اخترت من صفر لواحد يبقى التانية من اثنين لثلاثة وهكذا. لازم تكون الفئات قد بعضيها. يعني هنا لازم ناخد اصغر عدد في الفئة دي. اصغر عدد كام؟ هنلاقيه الصفر. يبقى اقل فئة في الجدول اللي عندنا ده الصفر. وندور على اعلى فئة. هنلاقيه العدد كام؟ 14. يبقى اعلى فئة 14. نبتدي نقسم الفئات بتاعتنا. يبقى اول فئة هناخدها نخليها صغيرة شوية عشان نعرف نرسمها في المدرج التكراري. يبقى نقول من صفر لاثنين، من ثلاثة لخمسة، من ستة لثمانية، من تسعة لحداشر، من اتناشر لاربعتاشر. خلي بالك معايا، لاحظ ان احنا بدأنا بأقل فئة. معايا؟ لاحظ ان احنا بدأنا بأقل فئة وانتهينا عند أعلى فئة. لازم عشان تعمل جدول تكراري تبدأ بأقل فئة وتنتهي عند أعلى فئة. يبقى أقل فئة كام؟ ممتاز، الصفر. أعلى فئة ل 14، وقسمنا كل فئة بثلاث درجات، صفر وواحد واثنين، التكرار بتاعها نكتبه هنا، ثلاثة وأربعة وخمسة، ستة وسبعة وثمانية، تسعة وعشرة وحداشر، اتناشر وتلاتاشر وأربعتاشر، نمشي في الجدول اللي مدهولنا في السؤال. أول رقم عندنا عشان ما نتلخبطش، أول رقم كام؟ تلاتة، هنحطه فين هنا؟ أهو، من تلاتة لخمسة، نحط عليه. صفر يبقى أول واحدة. تسعة أهي. واحد أربعة أهي. عشان ما نتلخبطش نمشي واحدة واحدة. اتنين أهي. صفر أهي. تلاتة أهي. ستة أهي. أربعتاشر أهي. أربعة اتنين كده كملنا أربعة، نحط ربطة الحزمة يبقى خمسة. خمسة أهي. تلاتة أهي. سبعة تلاتة تاني أهي. صفر تمانية تلاتة عشر. خلي بالك معايا كده التكرار هنا كام؟ واحد اتنين تلاتة أربعة خمسة ستة. نكتب هنا ستة. هنا التكرار واحد اتنين تلاتة أربعة خمسة ستة سبعة تمانية. هنا واحد اتنين تلاتة. هنا اتنين. هنا واحد. طلعنا الكلام ده منين؟ من الجدول اللي مديهولنا في السؤال او الفئات اللي مديهالنا في السؤال. ونمشي واحدة واحدة عشان ما نتلخبطش. لازم نعد دول يطلع كام طالب؟ 20 طالب. ستة زائد تمانية 14، وتلاتة
17 واتنين 19 زائد واحد 20، يبقى كده احنا الجدول التكراري بتاعنا سليم طالما طلع 20 طالب. لو طلع اقل او اكتر يبقى كده الجدول التكراري ده غلط. يبقى لازم نمشي واحده واحده من الفئات، نمشي فئه فئه بدون تسرع. بعد ما عملنا الجدول التكراري دوت هنرسم الرسمه بتاعتنا، محور افقي ومحور راسي، محور افقي ومحور راسي. المحور الافقي بنعمل عليه الفئات بتاعتنا، اول واحده من 0 ل 2، ثاني واحده من 3 ل 5، ثالث واحده من 6 ل 8، رابع واحده من 9 ل 11، خامس واحده من 12 ل 14. والمحور الراسي هنا 1 2 3 6 8، ممكن نعمل 2 4 6 8 10 12، ممكن نعمل 1 2 3 4، احنا هنعملها عدد زوجي عشان نقلل في مساحه الايه؟ الرسمه. يعني مثلا من 0 ل 2 خدت كام؟ 6. من 3 ل 5 واخده كام؟ ممتاز 8 اهي. من 6 ل 8 واخده كام؟ 3 اهي. بين الاثنين وبين الاربعه. من 9 ل 11 واخده 2. من 12 ل 14 واخده 1، ودي تعتبر اقل فئه موجوده عندنا في الايه؟ في الرسمه، وده اسمه المدرج التكراري لمجموعه الفئات اللي موجوده في السؤال دي. وكده نبقى خلصنا الدرس بتاعنا المدرجات التكراريه. واي استفسار موجود عندكم يا ريت تردوا علينا في المنصه وتتواصلوا معانا في منصه مجمع جيل المستقبل الاهليه. وشكرا والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.